بنتي كول. باش واش قاعد ندير سكتشوك ليا هنا في الدار؟ ناري عدو بالله من الشيطان الرجيم. سيرش خدم بحال سيادك، جيب لينا باش نعيش. واش حنا غنبقاو فحال هكا؟ شاش وليتي كتقولي ليا، وليتي كتقولي ليا المعوق وكترضخي عليا البراد. ياك انا النبل ولا جيت عندك مني بغيت نتزوج بك كنت معوق ولا صافي. دابا درت الدريه بديتي كتحكمي فيا، كاع اللي بغيت نمشي نخدم شكون غادي يخدمني؟ شكون اللي غادي يخدم واحد معوق في هذه الحاله؟ اما عندي ما غندير. واش غنبقى انا صابره لك على هذا الشيء؟ سير تخدم ولا شوف اش غدير. سير طلب ولا خدم فحال سيادك. هذا الشيء راه بزاف، انا خاصني ما نصرف انا وبنتك اويلي. واش حنا نبقاو صابرين على هذه العيشه ديال الدل؟ شوفي شوفي هذه الهضره هادي ملي كنسمع راه كتجرحني في قلبي. بنت الناس انا غنمشي ندير المستحيل باش نخدم، وما تبقايش تسمعيني في هذه الهضره كل صباح. حيت انا مو هو، ولكن الرد النفس ديالي والكرامه ديالي ما بقايش تسمعيني انا في هذه الهضره هادي. صافي وهي انا نمشي دابا. انا نايد انا نايد ان شاء الله يفوت الريح. يلا سير بلا ما تجي دابا باش ما شلي. الو الو فين؟ انا كاين دابا في الدرب. في الدرب انا دابا. واش ممكن تجي عندي؟ واش المعوق خرج؟ مشى فحاله شو؟ المعوق راه خرج والدار دابا خاويه، الدري راه نعس. المهم جا عندي راه توحشتك. ملي المعوق مشى فحاله شو دابا؟ انا حبيت شي عندك دابا نيت هاد الليله نقصرو مزيان. يلا جا عندي ما تعطلش عليا. يلا باي باي كنبغيك. شكون اللي تعاون معنا الله يرحم الوالدين؟ شكون اللي دور معنا الله يرحم الوالدين؟ اخوتي المحسنين راه الصحه على قد الحال. خوكم معوق وما كاينش اللي يخدمو، وعندي مرا وعندي بنيه. شكون اللي تعاون معنا الله يرحم الوالدين؟ ما تدوزونيش اخوتي المحسنين، الله يرحم الوالدين واخا بركه قليله. المعيشه للوليدات الله يعطيكم الخير. شكون اللي تعاون معانا؟ راه خوكم معوق والصحه على قد الحال. عسوا بينا الله يرحم الوالدين. نوروا معانا واخا غير بدرهم ولا بجوج درهم ولا بربعه ريال باش ما سخاكم الله المحسنين. راه خوكم معوق وتا حد ما بغى يخدمو. شكون اللي دور معانا؟ سير الله ينقي طريقك من الشوك. سير الله يعطيك الخير، الله يكبر بيك، الله يعطيكم الخير، الله يعطيكم الجنه. سير اخويا الله يسهل عليك، الله يعطيك ما تمنيتي في خاطرك، الله يعطيك اخويا الجنه ان شاء الله يا ربي. شكون اللي دور معانا؟ الله يرحم الوالدين. راه اخوكم معوق وتا حد ما بغى يخدمو. والله اخوتي كون خدمت كاع ما نطلب، والله ما نمطي ايديا كون خدمت اخوتي. رانا معوق وتا حد ما بغى يخدمني. حسوا بيا نتوما وتعاونوا معايا واخا غير بدرهم. الله يرحم الوالدين، تعاونوا معانا الله يرحم الوالدين. الله يكبر بكم المحسنين، الله يرحم الوالدين. شكون اللي تعاون معنا؟ الله يرحم الوالدين. شكون اللي تعاون معنا على الزمان؟ الله يرحم الوالدين. هاني جايه. انت فين عندك قبل الحومه شبعانه بالحضايه؟ فين؟ توحشك دريه. نعساش فين هو المعوق؟ مشى صافي كاينه. معليش دخلي حبي دخل. الله يجي توحشتك حبي والله. برشي عليا حتى انا توحشتك. وعندكم مرحب ضايف في الدربات. ايوا واش غدير؟ شي معطله. واش نقول لك جي عندي؟ صافي مره اخرى نجي عندك للدار باش الناس ما يبقاوش حاضرينك. السيمانه الجايه جي عندي حبي. سمع شنو توحشك والله. غناخذوا راحتنا في الدار. شوفي هنايا كي دايره العيشه، تعيشي معايا انا مزيان تما. سمع شي وبنتي اللي غلاديت. ها الله الا وافقك الزواج مع هذا المعوق هذا. نوضي نوضي خلينا نشوف. نوضي شوف خير مولانا. تحلي عليا هادشي، حلي عليا ما عنديش مع العقدات. نوضي نوضي نشوف. نوضي 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 نشوف خير مولانا. نوضي
تبارك الله. انا حبي غنمشي نطفي الضو وما نصبرش. سمعتي ما نصبرش. انا حبي جاي عندك دابا. ايمن ايمن شي مالك؟ نورمال دابا غنجي. واد المعوق ما بقى يجي دابا قلت لي يلاه خرج. لا نعود والله ما سخيتش في حبي والله. وصافي نعود. غتجي عندي هاد السيمانه هادي؟ ايه كلمه وحده صافي. يلا حبي تشلي ليا فراسك انا غادي هاد السيمانه انا معاك صافي. ولاو الصحاح كيدخلوا على عيالات المعوقين. انا راه ما عندي صحه دابا حصلتك مع مرتي راه ما نقدر نقول لك ما نقدر نضرب معاك ما نقدر ندير معاك والو. ونتيا كتخرجيني نجيب لك الفلوس درت المستحيل باش نجمع لك ما عاد 60 درهم ولا 70 درهم في الاخر كتدخلي واحد حد صحاح محشوماش عليك. درت المستحيل على ودك واي حاجه بغيتيها كنجيبها لك ولكن ما تخيلتكش غادي تخونيني مع واحد بصحته. عارف المشكل اللي درت شناهو؟ ما خديتش شي وحده معوقه حيت كون خديت شي وحده معوقه ما غاداش تخونني. هاد المعوق تحس بها المعوق. اما نتيا هادشي اللي درتو ليا عجبكم دابا نتوما؟ نسولك سؤال واحد وجاوبني. واش عمرك حسيتي بالراحه السعاده القلب ديالك؟ واش عمرك نعسي وانت مرتاح؟ واش عمرك انت غادي في الطريق وما انبكش اخويا ضميرك تعديتي على مرج معوق؟ ها يا ما طرايش ليا انا راه عادك الدري صغيره بنتي ما عرفتش واش بنتك ولا بنتها هي ولا بنت ملعانوش ولا الله اعلم. الله يسمع عليكم عذبتيني اخويا الله ياخذ فيك الحق. دابا مشي يلا نمشيو نتزوجوا. شنو هو منيتك كتهضري؟ انا غنقبل بك انتي وبنتك. شوف واش درتي لهاد المعوق ما درتيش فيه الخير عاد لقى الخير فيك انتيا. اش غتبقاي حياتك بحال هكا انتيا؟ انا ما راش نتزوج بوحده بحالك سمحات في معوق عاد انا صحيح ما تسمحيش فيا. كي درتي ليه هو غدير ليا شي انا. وسيري في حالك يلا. من اللي وقش عيطي لي انا مرشي غتهرسيها. يلا بسلامه. انت غاش بقى جالس كتاكل ليا هنا في الدار؟ ناري اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سير باش خدم بحال سيادك جيب لينا باش نعيش. واش حنا غنبقاو في حال هكا؟ علاش غدرتيني علاش؟ لا ما كانش عليك ديريها ما كانش عليك تغدريني. علاش غدرتيني علاش؟ مالك والله يسع شو مالك شمانو مسكين كيف كيف السلام عليكم مالك اخويا مهموم وكتشبكي بقاي شي فيا والله سنقول لك اخويا ما كاين ما نخبي عليك اخويا مرتي كتخرجني نطلب وجيب لي الفلوس وعندي دريه صغيره وكتخوني وكتدخل واحد ودابا بقات في هذيك الدريه ما عرفتها بنتي ولا بنتو ولا ما عرفت بنت من واش نقول لك اخويا الله يخلصها
شوت شاد حالة ديالك كبيرة وادي ومحلات شفق ربي كبير أخويا والله كيخلص كل واحد على قد نيشو ما تبقاش تبكي دابا انت يا ولي دار الله راهي اللي كاين عرف اخويا علاش كنبكي قفيه الحال بزاف حسنت وما عمرتي اخويا وما عندي الصحه باش غنكالي اصاحبي ما عندي الصحه انا معوق الصحه هو بصحته هادشي علاش قفيه الحال تعكرت حيت انا معوق علاش تعكرت متافق معاك اخويا راه يبقى فيك الحال ويبقى فيك الحال لا حيت راجل نتايا ولكن الرايه اللي ما طلعتش بنت الناس ما بقاش فيك الحال اخويا موجودين بنت الناس فهمتيني راي كبير اخويا ما كيزيد الباب حتى كيحل البيبان متفق معاك اخويا راي الخاص ان بضميره والله كبير وغينتقم منه ان شاء الله اخويا ويكون الخير وما تبقاش تبكي راك راجل اخويا ما تبقاش تبكي ما والو راه الله كاين اخويا خليهم الله هاني اخويا